طبعا انا وكل شباب دمياط بندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي على القرارات اللي اصدرها بما انها تدعم المواطن المصري وبتثبت له ان في فعلا حياه كريمه للمواطن المصري وانه ليه كرامه وان الحياه بتاعته اللي هي هتبقى افضل باذن الله. قرارات فعلا صائبه لاجل المواطن، سواء العلاوات، المصالح اللي كانت اتقفلت بسبب ان ما فيهاش روتين شغال، العمال اللي كانت هتترحل من المصانع دي، ونزل حضرتك نزل قرار تؤيد المصانع وان على شرط ان العمال ما يمشوش من المصانع. طبعا القرارات نزل دعم للطبقه الفقيره، قرارات تصب في مصلحه المواطن. فاحنا بناء على شباب دمياط وشعب دمياط بنأيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القرارات اللي اصدرها جديد، ويقول لك يا ريس احنا وشعب دمياط كلنا معاك وفي ظهرك. شكرا.